بسم الله الرحمن الرحيم. ده موقع اسمه كاد ميبر، ده بتشوف المنطقة اللي انت عايزها ويجيبها لك ملف دي اكس اف يعني اوتوكاد او اسكيبي سكتش اب. يعني خلينا ندور مثلا على كايرو، هو تقريبا في 17 مدينة اسمهم كايرو، بس خلينا نقول له كايرو ايجيبت، بيجيبها لي بالشكل دوت. فببدأ اعمل زوم لحد ما يقول لي كرييت فايل، يقدر يعمل لي الفايل دلوقتي تمام، لان هو بيعمل 1 كيلومتر مربع. اقول له ماشي اعمل لي الملف كريت فايل، فبيبدأ يعمل لي داونلود للملف وأبدأ أشتغل عليه تمام. طبعا في أماكن بيبقى فيها تفاصيل أكتر، وفي أماكن بيبقى مجرد بس إيه تخطيط للطرق، ما يكونش فيها معلومات كتير.